الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعونة ما فيه إلا ذكر الله وما وعله وعالما ومتعلما. رئيس اللفل المبجل والأساتذة الكرام وزملاء العزة وضيوفنا الكرام، إني أريد أن أتحدث أمامكم بهذه المناسبة السارة الميمونة أن هذه مشاعري حول المدارس الإسلامية وأهميتها. يا إخواتي، إن المدارس الإسلامية لها أهمية باهرة مسلمة، ولها دور فعال في بناء المجتمع الإسلامي المثال، ولها فعال حميدة في ترويج العلوم الإسلامية وتعاليم الشريعة النقية البيضاء، ولها معاصر خالية مخلية في معالجة القضايا اللبيسة والفتن المعادية للإسلام والمسلمين، ولها جهود مقدسة في إزالة الأوهام والخرافات، ولها أثر بالغ مقبر في إقلاع العقائد الشركية الزائفة الزائفة، ولها نفوذ عميق في كشف الستار للباطين والتقاليد، ولها